يسعد مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة نتجدد فيها وياكم يوميا على قناة الكويت الرياضية ببرنامج قانون اللعبة. الأوزان ثقيلة، لكن منو يرتب هذه الأوزان على نفسه وعلى جسمه ويقدر يتحكم فيها؟ ولما الواحد يشوفه يقول تبارك الرحمن ما شاء الله، هذا الشخص يقدر يشيل هذه الأوزان. شنو هي الرياضة يا ترى؟ محمد أكبر راح يقول لكم عنها، لكن بعد البطاقة التعريفية. رجعنا وياكم بعد البطاقة التعريفية، والكابتن طارق سمير محمد ورياضة رفع الأثقال. أنا يدي فاضية وثقيلة ما بالك بالوزن. حياك الله كابتن طارق. الله يحييك، نورتنا طال عمرك. نورك. عادة يمكن قلت لك إياها تحت الهواء، أنه صدق أنت لاعب رفع الأثقال. صحيح. نتخيل دائما لاعب رفع الأثقال واحد بنيته يعني ما شاء الله عريضة طويل ثقيل يقدر يشيل كل هالأوزان. لا، أبي الكابتن طارق يا تنفيلي يا تأيدني بهذه المقولة. لا، أنا أخالفك بالمقولة. حلو. لأن في فرق بين كمال الأجسام ورفع الأثقال. تمام. كمال الأجسام هم اللي يهتمون بالبنية وبالعضلات. حلو. أما إحنا رفع الأثقال لا، أهم شيء عندنا القوة. القوة. إيه. قوة البدن، قوة الظهر، قوة الريل، قوة اليدين، قوة الكتف، وهم قوة الرأس. وقوة المخ الرأس أو المخ. حلو. رتب لي هذه الأمور من خلال أول شيء القوانين الخاصة في رفع الأثقال. شنو قصدك بالقوانين؟ قوانين رفع الأثقال. الحين أنت بلشت قانون رفع الأثقال. صحيح. فشلون أنت تلعب هذه الرياضة من A to Z؟ يعني أهم شيء يكون من الصغر. يعني هي مو نفس، قلت لك مو نفس كمال الأجسام. نعم. كمال الأجسام تقدر تلعبها مثلا بعمر كبير. صح. أما رفع أثقال لا، لازم من الصغر. أي ليش؟ عمر طارق؟ يعني يفضل أنه 11-12 يفضل. حلو حلو. لأنها تعتمد أول شيء على المرونة. جميل. وبعدين قلت لك على القوة وعلى العصب، بس المرونة أهم شيء. فإذا أنت ما بنيت المرونة من أول شيء راح تصير صعب أنه لما تكبر تطلع معك المرونة. ايضا في مقولة ثانية، من عمر 11-12 سنة تشيل رفع الاثقال ممكن تصير قزم يؤثر على طولك. هذه كلها اسمعها كلها اسمعها. يا تنفي يا تأيد. لا طبعا اخالف يعني. حلو. انت شوف الابطال خصوصا الوزن الثقيل. نعم. ابطال الوزن الثقيل. نعم. ما شاء الله يعني طول بعرض ما شاء الله. حلو ما شاء الله. وكلهم يلعبون بعمر ما له شغل يعني في الطول. كلش ممتاز. ارجع الى قانون اللعبه الاساسي، الحين شنو هو المفروض اللاعب تكون متوافره فيه غير خلينا نقول القوه وصحته طبعا، شلون البار، الاوزان، الملابس الخاصه في هذه الرياضه؟ شنو المتوفر باللاعب نفسه؟ نعم. قلت لك غير المرونه وغير القوه. أيوة. مخه لازم يكون تركيز. حلو. يعني لازم يكون عنده تركيز 100%. حاضر. لان نعم. اي شيء يعني يضيع تركيزك خلاص. ممتاز. لان انت اذا طاح البار معاك خلاص محاوله خطا. حلو. كم محاوله عندك؟ 3 محاولات خطف، 3 محاولات كلين. ما يخالف تشرح اليوم شنو هي الخطف؟ الخطف اللي هي اللي على طول اللي ايدك تكون واسعه. نعم. الكلين لا، اللي تحطها هني وبعدين فوق. حلو. الكلين عفوا اول شيء خلينا نسولف عنها. الخطف. الخطف. الخطف اللي على طول ايدك شلون تكون؟ لا، تكون واسعه. واسعه. حلو. واسعه وعلى طول تشيلها. تشيلها لفوق؟ لا اي لفوق بس على طول. شيله واحده. شيله واحده وتنزل. وتنزل. ولا في وقت معين انك تنزل؟ دقيقتين. دقيقتين تشايلها. لك انت دقيقتين. لك يعني مثلا انت الحين بدت المحاوله. أيوة. لك دقيقتين. تمام. تفكر، في ناس تفكر، في ناس توتر. حلو. فانت من تمسك البار خلاص. أيوة. يحسب لك العد. حلو. يعني خليني اقول كثر ما شلتها بعدد ثواني ولا دقيقه؟ لا ما له شغل. دقائق ما له شغل. شلون عيل بس الوزن، طريقه شيل بس الوزن، طريقه شيل الوزن. حلو. شلتها بطريقه صحيحه. تمام. طبعا شلون الطريقه الصحيحه الطريقه الغلط؟ ايوه. اهم شيء ان ايدك تكون سيده. سيده وانت من شايل. ايدك شويه ترجع وتصير كذي خلاص هذه محاوله خطا. حلو. وتنزلها مباشره. ونزلها مباشره. زين. الاوزان اللاعب نفسه يطلبها ولا مثلا اللجنه هي تحط المدرب الوزن؟ هو اللي يطلبها. لا، اثناء المسابقه. اثناء المسابقه المدرب يقول لك انت هالشيء. اي لان في لوحه. إيه؟ يحطون فيها الاوزان. نعم. فالمدرب يشوف اللاعب المنافس. نعم. اذا كان المنافس مثلا
يعني حاط رقم معين المدرب لازم يطلب رقم اعلى اعلى منه اعلى منه. يعني خلينا نقول مثلا 5 كيلو شوي 5 كيلو شوي لا ايش تعمل نقول مثلا 100 كيلو مدرب انا يا صغير لا كم اللي تبلشون فيه لا نقول 100 كيلو 100 كيلو 100 كيلو والله 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 اني مسكين 100 كيلو زين نقول انت مثلا طارق اليوم الحين شلت انت ومحاولتك ناجحه اللاعب اللي بعده مثلا محمد اكبر بيشيل 105 وخمسة وكذي 5 و10 ولا لا والله شويه غالبا تصير 5 الى 10 غالبا يعني اكثر لا حلو لين متى لين تخلص 3 محاولات زين واذا كانت محاوله هناك فاشله والثاني حققها هو الفايز هو الفايز وبس زين اذا استمروا بالتعادل اذا تعادل راح يشوفون وزن قبل في قانون يكون وزن الجسم نعم الحين شالوا وزن الجسم اللاعب اللي شالها قبل هو اللي يفوز حلو بهذه الطريقه بهذه الطريقه ممتاز ممتاز هذا النوع الاول اللي احنا سولفنا فيه صحيح نروح حق النوع الثاني اللي هو نتر كلين نتر كلين نتر نفس الشيء بديش التفاصيل لكن خل اطلع بالتقرير لهذه الرياضه رفع الاثقال وارجع مع الكابتن طارق من الرياضات الهامه التي كثر مرتاديها حول العالم وبشكل كبير خاصه وانها اصبحت ميدانا لتحدي الكثير من الرياضيين وهي رفع الاثقال ويعود أول ظهور لهذه الرياضة إلى عام 1896 في مدينة أثينا ولم تترك تلك الرياضة لتكون عشوائية في الحلبات بل أقيم لها مجلسا سمي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عام 1905 لوضع القواعد الأساسية لتلك الرياضة وبذلك تم اعتمادها رياضة رسمية عام 1920 رجعنا وياكم بعد التقرير ورجع مع الكابتن طارق سمير محمد ورفع الأثقال النوع الثاني شنو هو؟ اللي هو كلين نتر شنو هذا الفرق؟ نفس الشيء كلين نتر لكن الفرق طريقة الشيلة انك تحط أول شيء على الكتف أول شيء بس مع إشارة إشارة شنو؟ إشارة الحكم الحكم لا ما يعطيك إشارة الحكم بس يعطيك إشارة إذا شلتها يقولك نزلها فقط بس أوكي. ما يقول لك شيلها ما الموضوع عندك انت الموضوع يبقى. عندك إيه؟ ممتاز قلت لك انت من تمسك البار هو راح يحسب لك عندك هم نفس الشيء نفس الشيء دقيقتين ممتاز نفس الشيء تحط على كتفك بعدين فوق تمام اهم شيء ان الايد قلت لك الايد لازم تكون سيده سيده من تبوش خلاص محاوله خطا في الحطه وبعدين صعود فوق هم لازم تكون سيده بس كم ثانيه وتنزل بس من تصير سيده إيه؟ تعدل إيه؟ خلاص لا مو انت تقول الحكم يقول لك نزل اي الحكم يقول لك نزل انت بس تعدل ريلك وقفتك إيه؟ وقفتك الحكم هو راح يقول لك نزل تمام يعني اثناء الاختلال على قولتهم شاله وصعد فوق بس للحين قاعد يختل اللاعب ما يوقف الحكم يخلينا يخليه يكمل لين خلاص لين يثبت إيه؟ بس يقول انا خليني اكون انا دقيق في شيله البار لفوق هل هو فوق راسك قدام راسك ولا ورا انت تبيها بالتكنيك ولا تبيها بالقانون قانون ما في قانون ما في قانون القانون حلو. يقول لك اهم شيء ان ايدك سيده ممتاز لكن التكنيك الصحيح لازم يكون فوق راسك فوق راسك أي. واذا هبد على راسك الله يرحمك زين في مثل هذه الحوادث مو المفروض المدرب يقول لك والله شويه خلها قدام على راسك لا عشان توازن عشان توازن اللي هي لازم تكون يعني على راسك او ورا راسك بشويه انزين هذه الامور اوكي نشوفها مع بعض الحوادث اللي مرت عليك وقدامك كثيره ايه حلو ما خلتك تطق بريك مو يعني بس حزتها ايه بس بعدها خلص حلو وصلنا الختام كابتن طارق يعني شكرا على تواجدك اليوم ويانا في قانون اللعبه الله يعطيك العافية شكرا لك مشكور ما قصر نلتقي وياكم إن شاء الله في حلقة أخرى ورياضة أخرى مع متسابقين أو لاعبين أو حتى حكام أو حتى إداريين يسولفون لنا عن رياضاتهم المتنوعة المختلفة نلقاكم على خير أشوفكم وتشوفوني في أمان الله